تزايد الانتهاكات بحق المدنيين من قبل الميليشيا والمخلوع جعل دائرة مواقف اليمينيين الرافضة لهما تتسع حتى وصلت إلى خارج جغرافيا البلاد، وهو ما حدث في إطار ممارسة الكثير من الوسائل للضغط على المجتمع الدولي، حيث طرق اليمنيون المناهضون للمخلوع والميليشيا أبواب الأمم المتحدة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 22/16. ولعل الوقفة الاحتجاجية في نيويورك هي خطوة أخرى للمطالبة باتخاذ قرارات جادة ضد الميليشيا والمخلوع وإيران التي وفرت كافة وسائل قتل المدنيين في الداخل كما يقولون. الوقفة الاحتجاجية تزامنت مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي مؤخرا لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن، حيث طالب المحتجون بمحاكمة المخلوع وقيادات الميليشيا في المحاكم الدولية جراء إشعالهم الحرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. المحتجون طالبوا المجتمع الدولي بالخروج عن الصمت القائم إزاء ما ترتكبه الميليشيا والمخلوع، وقف ما يحدث من قتل وتشريد وحصار للمدنيين، وإلزامهم بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية. تعز هي الأخرى انضمت إلى الهتافات التي تعالت ضد المخلوع، ونظمت وقفة احتجاجية مماثلة لإيصال صوتها بسبب ما تعانيه من بطش الميليشيا وانتهاكاتها ضد المدنيين. طلبت حملة شعبية واسعة، طالبت بتنفيذ قرار 2016 الصادر من مجلس الأمن الذي ينص على سلاح الميليشيا وسحب السلاح الداخلي من الميليشيا، هذه الميليشيا اللي تعود فسادا في اليمن. وسعى المحتجون أن تصل أصواتهم إلى الأروقة الدولية، داعين صانعي القرار الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة ضد كل ما تتعرض له المدينة على يد قوات الميليشيا والمخلوع. ويعد ارتفاع الأصوات في الداخل والخارج ضد الميليشيا وحليفها المخلوع صالح بات مطلبا شرعيا لتطبيق القرارات الدولية بوقف الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف أرجاء البلاد.